هل ممكن سنة 2-3 تلاقي المسيح الدجال جاي بلدكم وبيدعوك انك تسجد له باعتباره رب العرش العظيم والعياذ بالله؟ هل ممكن سنة 2-3 تلاقي سيدنا عيسى نزل من السماء ومطلوب منك انك انت تنصره؟ هل ممكن سنة 2-3 تلاقي المهدي خلاص جه ومطلوب انك انت تقف في ظهره؟ هل ممكن سنة 2-3 تلاقي أجوج ومأجوج خرجوا ومفيش ملاذ غير ورا سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؟ هل علامات الساعة الكبرى اقتربت يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن الصغرى كتير. هل الساعة قربت؟ الساعة اللي بحق وحقيقي، هل ال 18,250,000 يوم اللي بيمثلوا ال 50,000 سنة بتوع يوم القيامة قربوا؟ الله من 1400 سنة قال اقتربت الساعة. امال الوقت تبقى قربت قد ايه؟ احنا في غفلة، احنا في غفلة كبيرة قوي عن يوم القيامة. احد علماء المسلمين زمان ايام الحرب العالميه الثانيه، فناس بتساله هي يعني لانه بيتكلم في موضوع غير الحرب العالميه الثانيه، بيقولوا له ايه اهم من الحرب العالميه الثانيه؟ قال لهم يوم القيامه. يوم القيامه اهم من الحاجات اللي شغلك كلها، يوم القيامه اهم من كل حاجه انت شايل همها، يوم القيامه اهم من كل الاخبار العالميه والمحليه ومشاكلك الشخصيه وهمومك اللي جوه نفسيتك اللي ما فيش حد يعرفها في الدنيا. مش عايزين نبقى غافلين. في ناس ما بتضيعش لحظه من عمرها في ذكر الله، ناس مش فاكره خالص لحظه لقاء الله. مين فينا يا شباب؟ مين فينا افتكر النهارده اول ليله في القبر؟ مين فينا؟ مين فينا افتكر اخر 5 دقايق قبل الموت؟ مين فينا؟ مين فينا افتكر لحظه العرض على الله النهارده؟ مين فينا؟ انت مستني ايه؟ ما هو اي واحد فينا بيعصي ربنا يا اما مستني موت الفجأة، وموت الفجأة بقى كتير جدا جدا، يا اما مستني عقوبه معصيه من المعاصي اللي هو بيعملها واحنا ما نستحملش، يا اما مستني انه هيعيش شويه وبعد كده هيموت برضه ويقابل ربنا. فانت مستني ايه يا اخوانا؟ الغفله عن يوم القيامه، الغفله عن ان ممكن سنه 2-3 تلاقي العلامات الكبرى بدات تظهر. النبي عليه الصلاه والسلام كان مستني العلامات الكبرى في حياته وكان متوقع ان المسيح الدجال يخرج في وجوده. الصحابه كانوا متوقعين العلامات الكبرى في حياتهم وقالوا ان بعضها زي الدخان ظهر. يا اخوانا لما كورونا طلع، كورونا قفل الكره الارضيه، موت الكره الارضيه، وكورونا ده ما يجيش حاجه من علامه زي علامه الدخان ولا العلامات الكبرى بتاعت الساعه. احنا بنتكلم كتير عن العلامات الصغرى، معظم الصغرى ظهر، معظم الكاسيات العاريات ظهروا، ظهور المعازف والقينات والراقصات ظهرت، في شو التجارة في العالم ظهر، تطول الحفال عراف البنيان ونطحات السحاب ظهرت، كل عقوق الوالدين ظهر، انتشار القتل ظهر، كل المعالم بتاعت علامات الساعة الصغرى خلاص. القطار، صفارات الانذار بتاعت قطار يوم القيامة لا تكف الان عن ان تدق اجراسها ليلا ونهارا. العلامات الصغرى ظهرت في جميع العصور، ظهرت في جميع الدول، ظهرت في جميع المراحل العمريه، ظهرت عشان ربنا يقول لك فوق فوق. القيامه ممكن تيجي في اي لحظه. لما اقول لك روح المشوار الفلاني وانت في الطريق هتلاقي عماره شكلها كذا على يمينك، بعد كده شجره شكلها كذا على شمالك، بعد كده سوبر ماركت اسمه كذا على يمينك، لما تلاقي كل العلامات دي معناها ان اللي انت رايح له في النهايه فعلا موجود يقينا. كل اللي الرسول قال عليه عليه الصلاه والسلام حصل، يبقى القيامه جايه جايه، يبقى ال 18,250,000 يوم حساب بين يدي الله جايين جايين. ده بالمقياس البشري 50,000 سنه. اول علامه من العلامات الكبرى هي ايه؟ ايه اول علامه احنا مستنيينها؟ لان العلامات الصغرى خلاص بتخلص. اول علامه كبرى احنا مستنيينها، اول علامه من العلامات الكبرى للساعه، المهدي لما هيطلع يا اخوانا. هو مش اسمه المهدي المنتظر؟ مهدينا ليس منتظرا، لان قبل المهدي هيقوم الاسلام وهينتصر الدين وبعد كده هتبدا الدنيا تنزل تاني ويجي المهدي. خدوا بالكم، فالنصر مش جاي مع المهدي، النصر جاي قبل المهدي، ولكن المهدي هيرفع مستوى الأمة لمستوى عهود النبوة مرة تانية. المهدي لما هيجي مش هيتبعه غير حوالي 300 واحد بس. قال له امال ايه اللي هيخليه خليفه الامه اللي هيملأ الارض قسط وعدل واللي هيحكم الكره الارضيه واللي هيعيد الخلاف؟ ازاي الكلام ده؟ اللي هيحصل ان المهدي لما يطلع المسيح الدجال هيخرج. المسيح الدجال لما يخرج كل الصالحين في الارض هيهربوا منه. الوحيد اللي هيقف له المهدي، الوحيد اللي هيروح فلسطين ويتحاصر هناك من المسيح الدجال والمهدي. فده اللي هيخلي يعني نجمه يسطع واسهمه تصعد في الامه بصوره رهيبه كما يعبر البشر، يعني بصوره رهيبه. يعني الموقف العملي، لان المهدي هو الوحيد اللي هيقف في وش المسيح الدجال، وبعد كده ربنا هينزل له سيدنا عيسى ابن مريم ينصره ويقتل المسيح الدجال عند باب لود اللي هو مطار تل ابيب. المهدي هو اللي هيقف في وش المسيح الدجال، مواقفه هي اللي هترفعه، مواقفه مش كلامه، مش خطبه، مش دروسه، مش هيبقى واعظ قوي، مش هيبقى واحد بيدي خطب جمعه رنانه، واحد له موقف عملي.
حقيقية حقيقية في نصرة الدين، وده اللي بيرفعه. عشان كده لازم تتعلمي ولازم تتعلم ولازم اتعلم وكلنا نفهم ان المواقف هي اللي بترفعنا عند الله، والمواقف هي اللي بتنصر دين الله. لما الامة كلها وقفت ضد تهجم فرنسا على النبي عليه الصلاة والسلام حصل ايه؟ الدنيا كلها بتتراجع. بلجيكا فصلت مدرس لانه عرض الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. فرنسا خلاص ناقص ان الناس اللي بيحكموها يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ليه؟ عشان الامة كلها عملت قطعت شوية جبن، قطعت بنزين من محطات بنزين فرنسية. عملت ايه الامة يعني؟ يعني ايه اللي حصل؟ ولكن لان ربنا بينصر الامة لما الامة بتتوحد على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. المواقف العملية اللي هيرفعك عند ربنا اللي هيخلي ليك قيمة. يبقى اول علامة كبرى هي المهدي، فورا بعدها هيجي المسيح الدجال ويكتسح العالم وكل الكرة الارضية تسجد له، حتى الدول العربية معنا مكة والمدينة وجبل الدخان في الشام اللي يبقى فيه المهدي، وبعد كده ينزل عيسى ابن مريم ويقتل الدجال، وبعد كده تقوم الخلافة ويخرج يا جوجو ما جوجو. هتبقى مواقف رهيبة رهيبة في الكرة الارضية، وهيتحصر المؤمنين هيتحصنوا بجبل الطور في سيناء، وبعد كده ربنا هيقتل يأجوج ومأجوج، ويجي بقى اجمل عهد في الكرة الارضية يعني قبل يوم القيامة وقبل ما الدنيا تبدأ تتدور تاني والكرة الارضية كلها تسلم وتدخل في رحمة الله على ايد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. دي اول علامة. العلامات الكبرى دي انتوا استعدتوا ليها؟ المواقف تخيلوا بس، انا عايزكم تفتكروا كورونا، فاكرين رمضان اللي فات؟ فاكرين الحظر الرهيب اللي كان في العالم كله؟ فاكرين الدنيا كان شكلها ايه؟ العلامات الكبرى دي حاجة رهيبة يا جماعة. يا اخوانا احنا في غفلة يا اخوانا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، غافل عن انه يتسأل، غافل عن اول ليلة في القبر، غافل عن ساعة الموت هيقدر يقول لا اله الا الله ولا لا، هيقدر يبقى قلبه مع الله ولا لا، هيقدر يحب لقاء الله ولا لا، هيقدر يحسن الظن بالله ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. في ناس الشيطان عند الموت بيلعبها كورة من كتر الجزع والهلع والفزع وسوء الظن في الله والشكوك اللي بتجيلها والاكتئاب انها سايبة الدنيا. فينا انت مستعد للحظات دي ولا لا؟ مستعد الخمسين الف سنة كلها لحظات محتاجة استعداد؟ لحظة البعث، لحظة الحشر، لحظة الاقتياد لارض المحشر، لحظة لما ناس هتروح في ظل العرش وناس هتقف في شمس القيامة على بعد ميل من الرؤوس تغلي الادمغة منها، لحظة العرض على الله، فلان ابن فلان نعم هلم للعرض على الله عشان هيتوقف على هذا اللقاء مصيرك، لحظة العبور من عصرات، لحظة الوقوف على القنطرة والدنيا كلها مستنية حقوقها منك. لحظات رهيبة. استعدينا ولا لا؟ احنا مصدقين ولا مش مصدقين يا شباب يا أمة محمد؟ احنا مصدقين حساب الملكين ولا لا؟ احنا مصدقين العرض على الله ولا لا؟ احنا مصدقين يوم القيامة ولا لا؟ احنا مصدقين الجنة والنار ولا لا؟ ولو مصدقين دي احوال ناس مصدقين، ده ليل ونهار ناس مصدقين، ده عبادة ناس مصدقين، ولا مش مصدقين؟ يبقى محتاجين نجتهد على قلوبنا، لان ده امر واقع هيحصل وهنعيشه. مين فينا فكر في هذه اللحظات الرهيبة؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، واللي شق القمر يقدر يشق المجرات ويقدر يشق السماوات. لما تنشق السماوات هو ده هيبقى يوم القيامة. علامات الساعة الكبرى قربت، يوم القيامة قرب. يا كل مغني مستني ان يتفك الحظر ويعمل حفلات في الساحل الشمالي، يا كل شاب كوبا يعرفش يقضي الليل غير انه يسهر على الكافيه، يا كل بنت متخيلة انها ما تقدرش تتخلى عن علاقة عاطفية في حياتها محرمة، يا كل واحد يقدر يتجوز ولكن قاعد يسلك سبل الحرام، يا كل واحد بياكل حرام بياكل رشوة، يا كل ملتزم ولكن كسول عاجز قاعد في مكانه لا بيقدم ولا بيأخر، يا كل واحدة مش قادرة تنتصر على نفسيتها وتلبس حجاب امهات المؤمنين. اقتربت الساعة، لما هتيجي الساعة الكل هيندم، الكل هيتمنى انه كان اتغير عشان هيبقى موقف رهيب. 50,000 سنة الواحد ممكن يقعد في مرض مثلا اسبوع ولا 10 ايام يبقى مش قادر يتخيل انه يخلص امتى. 50,000 سنة مش هيتعاشوا سنة، هيتعاشوا يوم، هيتعاشوا ساعة على العصاة وعلى المعرضين عن الله، ولكن المقبلين على الله كأن واحد بيصلي ركعتين ما بين الظهر والعصر. عايزة تبقى مع مين؟ عايز تبقى مع مين؟ عايزة ربنا يرضى عنك ولا لا؟ عايز تقرب من ربنا ولا لا؟ يلا شباب كل واحد يشوف ربنا فتح له في
الدين، اللي ربنا فتح له في الذكر يلا اجتهد، اللي ربنا فتح لها في الدعوة إلى الله يلا اجتهدي، اللي ربنا فتح له في طلب العلم يلا، اللي ربنا فتح لها في حفظ القرآن، اللي ربنا فتح لها في تدبر القرآن، اللي ربنا فتح له في قيام الليل يلا. وكلنا لازم ننصر النبي عليه الصلاة والسلام المهدي بن داعية بيتبعه 300 واحد لخليفة الأرض كلها بسبب انه هيقف وش المسيح الدجال بسبب المواقف العملية. يلا اقفوا مواقف عملية، يلا انصروا النبي عليه الصلاة والسلام، يلا كملوا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا زي ما اهل الباطل عندهم طول بال لازم احنا يبقى عندنا طول بال في نصرة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكفانا غفلة، اسمع مقاطع دينية، اسمع مقطع ديني كل يوم 5 دقايق مش هيعملوا من وقتك حاجة. ادي ربنا 5 دقايق من 24 ساعة تسمع فيهم عنه، تسمع فيهم عن دين، وتسمع فيهم عن رسول الله. وقالوا لو كنا نسمع، يوم القيامة بيندموا انهم ما سمعوش. كفاية غفلة عن الله وجلاله، كفاية غفلة عن خزائن الله وكنوزها، كفاية غفلة عن مقام رسول الله وحقه، كفاية غفلة عن الإسلام وهمومه، كفاية غفلة عن يوم القيامة والاستعداد ليه، كفاية غفلة عن القبر واقترابه، كفاية غفلة عن موت الفجأة اللي انتشر انتشار النار في الهشيم، كفاية غفلة عن ذنوبنا وكأن احنا ما عملناش حاجة وما كان ربك نسيا، كفاية غفلة عن الحسنات ممكن تغير حياتنا قد ايه، كفاية غفلة صرخات للغافلين، صرخات لكل انسان مش منتبه ان يوم القيامة قرب قوي وان الحساب قرب قوي وان الدنيا قربت قوي ان هي تخلص. احنا الوقت خلاص بدأت النهاية، احنا في اللحظات الاخيرة من عمر الدنيا، احنا في الدقائق الاخيرة من اليوم اللي بيمثل عمر الدنيا. اللهم يا رب، اللهم اصرف عنا الغفلة، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهد قلوبنا، اللهم انر صدورنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، وتكفينا بها ما أهمنا، وتشفي بها أمراضنا، وتصلح بها بالنا، وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم يسر لنا أمورنا كلها، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم أيقظ شباب الأمة، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا يا رب يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم